يكافح 100 إطفائي منذ صباح اليوم حريقا اندلع في 3 مستودعات بمنطقة الشويخ الصناعية تحتوي أجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات لتجهيز الأعراس. قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد إن رجال الإطفاء يعملون جاهدين وبسرعة وكفاءة عالية على عزل الحريق للحيلولة من دون وصوله إلى المستودعات المجاورة. وأضاف أن مساحة الحريق في هذه المستودعات تبلغ نحو 4000 متر مربع.